مسلسل ورا الشمس، تم تغيير اسمه خلف الأسوار. مسلسل درامي كبير جدا، وأخرج الأستاذ أحمد سامي فرج، وفي عدد ما يقل عن 150 بس. أنا دوري فيه مهم جدا، ظهرت في منطقة معينة جوه المسلسل، يعني مش هتكلم أكتر من كده عشان ما تبقاش بس. هو الإذاعة بتاعته المفروض في شهر 9 اللي جاي، وإن شاء الله كمان بنكمل الجزء الثاني من الثالث من الأب الروحي. في أعمال تانية؟ لا زي الفل كده. مسلسل ما عشان الكرة آخر حاجة حضرتك بتشتغل فيها؟ في مصر دلوقتي، في مرسى مطروح، مع حد محمد نجم، معانا سوشيال فيلم، مع أستاذ انتصار، مع أستاذ زريكي، مع أستاذ محمد نصر، معانا أستاذ شيماء حمدي، مجموعة ظريفة جدا يعني. مسرح كوميدي، مسرح نجم. حضرتك شايف المسرح ازاي؟ توقعاتك للمسرح الفترة الجاية؟ لا لا مش توقعات لأي حاجة، يعني بشتغل مختلف. الصورة العامة للمسرح المصري حضرتك شايفها؟ لا ماليش علاقة باللي انت بتقوله، عايز حاجة ترفيه. لا تعيش، لا تعيش، انا ماليش علاقة باللي انت بتقوله، ده تنظيم. ده بيقولوا الناس الأكاديميين بيصوروا صورة على الدولة وعلى المسرح الدولي، انما ده قطاع خاص. انا ما بجيبش النجم على اسمه عشان يجيب فلوس. تمام، انا بتكلم على الحالة المسرحية في مصر، حضرتك شايفها ازاي؟ شايف الحالة المسرحية كويسة، والشباب بيعملوا تجارب حلوة جدا. في تامر كرم، في دكتور، في ناس كويسة جدا. مسرح القوم، مسرح الطبيعة، ومسرح سليمان التونسي، في روايات حلوة جدا، والشباب عاملين مجهود كبير أوي. حضرتك تحب في النهاية تقول حاجة لجمهورك؟ بقول للناس كل سنة وأنتم طيبين يعني، وأتمنى إن زي ما سيادة الرئيس قال إن الفن يبقى فن كويس، وزي ما قال يعني ما فيش حد يستغل قضية الإبداع في إنه يقول حاجات مالهاش علاقة بالإبداع، وإحنا مش محتاجين من الرقابة على فكرة. كل فنان هو رقيب على نفسه، ما يتيح لبيته وأولاده هو ده اللي هيدوم وبيه المطلوب.